الله وبركاته، مساءكم سعادة وهنا وزي العسل كده، زي قلوبكم الجميلة يا رب. كل سنة وانتم طيبين. المدارس على الأبواب وابتديتوا الطلبات بتاعة المدارس، عايزين نعمل مجموعة جبن، عايزين نعمل سلسلة حلوة كده لكل الحاجة اللي أقدر أحطها في السندوتشات عشان أقدمها لأولادي بمنتهى الأمان، وأنا مطمنة بقدم لهم إيه وعاملاها على إيديا في البيت. مش بس كده، تبقى اقتصادية أكتر، توفر عليا أكتر. فالنهاردة مع بعض هنعمل فكرة كنا عملناها من كام سنة وعجبتكم جدا، اتفاجأت ان انتوا بقالكم كام يوم بتبعتولي على الصفحة عايزين نعملها تاني. ازاي اقدر اعمل جبنة كوبايات او الجبنة المطبوخة اللي هي نوعا ما بتبقى جبنة الفرد اللي في الكوبايات بالاطعمة الطبيعية بدون ما احط فيها اطعمة صناعية، دي حاجة. الحاجة التانية تكون ما فيهاش دهون كتير. احنا عارفين ان الجبنة الكوبايات هي نوع من انواع الجبنة المطبوخة، فلازم بيبقى فيها مقدار كبير من الزبدة. النهاردة هنعملها مع بعض من غير الزبدة، وهنعملها كمان اقتصادية، وحطي 100 خط تحت كلمة اقتصادية. مش بس كده، هتبقى كمان صحية جدا جدا وحاجة محترمة مقدمها لولادي. تعالوا نتفق الأول على حاجة. أنا لو قدمت لولادي الجبنة القريش اللي هي أصح جبنة وأكتر جبنة مفيدة للولاد، لو قدمتها صريحة محدش هياكلها، مش بيستسيغوا طعمها قوي. طب ايه رأيكم النهاردة لو ضربنا عصفورين بحجر، هحول الجبنة القريش الصحية الغنية المفيدة جدا لجبنة كوبايات اللي الولاد بيحبوها، وهحط كمان أطعمة طبيعية. هل ينفع الكلام ده؟ ده اللي هنشوفه النهاردة مع بعض ان شاء الله. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. المقادير بتاعتنا، عندي مقدار أساسي هشتغل بيه مع جميع الأطعمة اللي موجودة عندي النهاردة. الجبنة القريش، كل طعم من الأطعمة اللي هنعمله النهاردة هاخد قطعة أو بالبلدي كده خرطة جبنة قريش اللي هي بتبقى حوالي وزن ربع كيلو. دي أول حاجة معايا، وتكون دلعة ملحها خفيف أو من غير ملح خالص. بعد كده هحط عليها كوباية لبن، ربع كوباية زيت، 3 معالق كبار لبن بودر. ده كده تحولت لي لجبنة كوبايات بس لسه ملهاش طعم. علشان اديها طعم زي الكوبايات الجاهزة بالظبط، هستخدم اول طعم هيبقى معايا القشطة، وبستخدم قشطة العلب علشان دي دهونها قليلة جدا. تاني طعم هيبقى الشيدر المبشورة او الرومي، تبقى بطعم الرومي او بطعم الشيدر. طيب تالت طعم هيبقى بالبسطرمة، رابع طعم هيبقى بالزيتون، وخامس طعم اللي انا بعشقه وهتحبوه جدا جدا، هعمل ميكس ما بين البسطرمة وما بين الزيتون، الاثنين على بعض بيديني طعم جبنة كوبايات حكاية، الولاد هيحبوها جدا جدا ان شاء الله. شفتوا مقاديرنا سهلة وبسيطة جدا، وان شاء الله كمان الطريقة اسهل من البساطة. انتوا نفسكم هتتفاجئوا قد ايه الطريقة بسيطة، وما شاء الله النتيجة حكاية. اول طعم تعالوا نعمله مع بعض، هنعمل اللي بالقشطة. ايه بقى؟ وطبعا ده مشهور جدا جدا في الجبنة الكوبايات. هنعمل ايه؟ والخطوات دي هنكررها كذا مرة فتحفظوها بقى معايا. اول حاجة زي ما اتفقنا، هاخد خرطة او قطعة من الجبنة القريش هحطها كده في الخلاط. ايه ده كمان هنستخدم الخلاط؟ ايوان، وزن ربع كيلو عشان تطلع معاكي مظبوطة. وهحط عليها بسم الله كوباية لبن، يبقى كده أصبحت الجبنة الكوبايات اللي أنا بعملها كمان غنية جدا مفيدة جدا. أنا عاملاها بلبن، أنتم متخيلين؟ ممكن تستخدمي لبن بلدي وممكن لبن عادي، لبن الشركات، يبقى بقت كمان مغذية للولاد مع الجبنة القريش. بص كده يا أستاذ صلاح الأول، مساء الخير عليك، ازيك عامل إيه؟ معلش الكلام خدنا. بص كده، الخلاط، قطعة جبنة قريش، وكوباية لبن، دول لوحدهم قد ايه فيهم كالسيوم، قد ايه فيهم فيتامينات، قد ايه انا بدي لولادي حاجة محترمة تساعد على بناء العظام بتاعهم. الجبنة القريش واللبن، ومن غير ما يحسوا، يعني من غير ما يحسوا ان انتم مدينهم حاجة مباشرة. لا يا ستي اهي ماشي كده. وبعدين هروح كمان مزودة القيمة الغذائية باللبن البودر اللي موجود عندي في المقادير، وبعد كده القشطة. طبعا ده لو انا عايزة احطها اعملها بطعم القشطة. ولازم لازم الجبنة القريش زي ما بقول لكم تبقى دلعة او ما فيهاش ملح خالص عشان الاطعمة اللي نحطها.
طعم القشطه هيبقى باين فيها قوي. كل اللي يهمني غير كل اللي احنا قلناه ده القيمه الغذائيه العاليه اللي انا مقدماها لاولادي، ودي رقم واحد عندي. تعالوا نشوف مع بعض. بسم الله يلا بينا يا عم صلاح، نوريك قوام الجبنه اللي لسه مضروبه على الهوا حالا عامله ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله، شوفوا اهو ادي قوام الجبنه، الكوبايات بطعم القشطه. بصوا المنظر حلوه وجميله وغنيه وحاجه كده حكايه. يلا نشوف هنحطها في ايه. بصوا منظرها اهي، شوفوا. ولسه كمان لما بتقعد في الثلاجه بتتقل اكتر، اوعي تتقل منك في الخلاط اكتر من كده، لانها لسه كل ما بتقعد كل ما بتتقل اكتر. نجيب بقى ايه كوبايات زي الجاهزه يعني بالظبط يعني كده، نشيل كل ده ونحط الجبنه بتاعتنا. معلش انا ممكن بس كده يا صلاح ايه نقرب بس الدنيا شويه. يلا بينا. بصوا بتنزل في الكوبايه ازاي، بصوا القوام ما شاء الله اهي حلوه حلاوه. مش هتجيبي جبنه كوبايات تاني جاهزه، اعملوا الفكره دي يا جماعه، لانها مش مجرد جبنه، ده انا بقدم يعني كميه كالسيوم للولاد ما شاء الله. اهو شوفوا بصوا قوامها، وكمان لسه ما تقلتش، الله اكبر عليها. شوفوا حلاوتها يا ناس، ادي اول طعم معانا بمنتهى السهوله، اللي هو بقى يا صلاح كان طعم ايه؟ كان طعم القشطه. ماشي كده؟ يلا نحطها نطلعها لقدام، يلا بينا. بسم الله ادي اول طعم معانا. تحطيها بقى في كوبايه بغطا كده، تحطيها في علبه وتغطيها وتحطيها في الثلاجه. شوفوا القوام باين، وبصوا كانها بالظبط، والله كانها جاهزه بالظبط ما شاء الله عليها، ما اختلفتش اطلاقا، زائد القيمه الغذائيه اللي انا حطاها لاولادي. طيب هنعمل الطعم الثاني، عايزين بس ايه نلبس بقى جوانتي كده علشان نشتغل بقى شغل حلو قوي. بعد الطعم الاولاني القشطه ندخل على الطعم الثاني، سواء شيدر مكسوره او رومي، ده او ده اللي موجود عندك، عشان دايما دايما الولاد يقول لك ايه انا عايزه بطعم الشيدر، انا عايزاه بطعم الرومي، لا انا عايزاه بالزيتون. كل ده هنعمله مع بعض، وتقدري لو في اي طعم انا مش عاملاه النهارده الولاد بيحبوه اعملي نفس الخطوات بالظبط، وزودي الطعم اللي يعجبك واللي الولاد بيحبوه بمنتهى السهوله. ولاحظوا حاجه مهمه يا جماعه، والله الاطعمه اللي احنا عاملينها حاجات طبيعيه جدا، القشطه طبيعيه، الجبنه طبيعيه، كفايه الجبنه القريش اللي موجوده معانا. تعالوا بقى نعمل اللي بالشيدر. ادي قطعه جبنه قريش، دي كانت صغيره شويه، هنزودها كده ربع كيلو بالظبط عشان تنجح معاكي والقوام يطلع مظبوط. ادي ربع كيلو، هنحط عليه ايه بقى يا لميس عشان تعمليها العاليه؟ هنحط كوبايه لبن ماشي، وهنحط كمان اللبن البودر، وهنحط الجبنه الشيدر او الرومي، دي او دي اهي. بسم الله الشيدر كده بتبقى ايه شويه مسفره كده، زودي عشان تديكي الطعم الجاهز بالظبط. حلو الكلام زي الفل، يلا بينا. بسم الله برضو ماشي يا باشا، ماشي يا باشا انت تقبر، يلا بينا. بسم الله يلا بينا. بسم الله
شفتوا حته الجبنه القريش مع كوبايه اللبن عملت لي قد ايه؟ بصوا وشوفي بقى دول هيكلفوكي كام، وشوفي لو بتجيبيها من بره الكميه دي، وطبعا هتجيبي يوميا عشان المدارس والسندوتشات لا دي بقى تبقى موجوده عندك في الثلاجه على طول، وكل ما قعدت كل ما حلوت وكل ما تقلت اكتر. يلا بينا اهو، يلا ندخل على الطعم التالت. تعالوا نعمل ايه بقى؟ هنعمل البسطرمه. يلا هحط اللبن الاول، وامشوا على الخطوات دي علشان ايه نسيس الخلاط. ادي اللبن الاول، وبفكر كمان جديا ان انا احط مع اللبن كمان الزيت، يبقى انا كده حطيت كل المواد السايله الاول. ماشي، دي طريقه تانية ما فيهاش اي مشكله. وادي اللبن البودر، مستمعه؟ لا الصوت بيقطع، الصوت بيقطع. ماشي، اشمعنى انت يعني؟ اشمعنى انت النهارده يعني؟ ماشي يا ستي، ماشي اهو كده. يبقى انا حطيت دلوقتي كده السوائل كلها الاول، حطيت اللبن وحطيت الزيت وحطيت كمان معاهم اللبن البودر، وكده هنحط الجبنه القريش. يلا ناخد قطعه كده محترمه، بسم الله ما شاء الله. زي ما قلت لكم لو انت عايزه تعرفي وزنها بالظبط، هي ربع كيلو اهو، بس كده خدنا ربع كيلو، وخدنا معاه كوبايه لبن، وخدنا معاه كمان ربع كوبايه زيت وثلاث معالق لبن بودر. فاضل دلوقتي عندي البسطرمه، هناخد البسطرمه. يا جماعه بيقطع الصوت، بيقطع والله انا مستمعه. بصوا قولي، طيب عايزه تقولي ايه؟ ادي البسطرمه اهي، كل الاطعمه بتاعه الجبنه الجاهزه هنعملها مع بعض. حطيها، اهم حاجه عندي الاساس اللي احنا عملناه مع بعض، بعد كده الباقي كله دي عشان هخلط عليها شويه من اللي بالزيتون. دي حكايه بقى بالنسبه لي، دي انا بحبها جدا جدا جدا، الطعم ده الميكس ده، بسطرمه والزيتون مع بعض. بس كده ريحتها طالعه حلوه قوي يا جماعه، قوي يعني، ما عندكوش فكره بجد ما شاء الله جميله قد ايه. يلا ندخل على الطعم الاخير، دي هركنها دلوقتي كده على جنب عشان هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. يلا هنرجع تاني لنفس الفكرة بتاعتنا اللي هي كوباية لبن اهي، ماشي، وبعدين هنحط ربع كوباية زيت
اظن حفظتوا المقادير بقى، سهله جدا. ربع كوبايه لبن، ربع كوبايه زيت، ثلاث معالي او معلقتين لبن بودر عشان ده بيدي برضو طعم الجاهزه بالظبط. وبعد كده احنا حطينا القريش كانت كبيرة شوية عن ربع كيلو. يلا بينا. للميكس الخطير بمعنى كلمة خطير، ميكس العسل الزيتون والبسطرمة. هنعمله ازاي بقى؟ بص يا ستي، انا عندي شوية هم اللي بالزيتون في الخلاط، هحط عليهم شوية اللي كنت مجنباهم من البسطرمة، الاتنين مع بعض، وبعدين هحط شوية زيتون كده مع شوية بسطرمة. بس عيشوا بقى، عيشوا. يلا بينا، دي اخر حاجه خلاص اهي، شويه زيتون على بسطرمه. شوفوا بصوا باينه في الخلاط عامله ازاي. ونجيب كده بولتين حلوين او علبتين، وتعالوا بقى نضرب الكلام ده. دي بقى دلوقتي مش محتاجه لبن، ان هي اصلا واخده القوام بتاعها. احط عليها بس، معلش عشان ده يعني انا عايزه اقول لكم انا بعشق الميكس ده، احط عليها معلقه قشطه من قشطه الشركات اللي كنا استخدمناها. بس عيشوا بقى في الطعم الجميل ده، احلى طعم جبنه. يعني الاطعمه اللي عملناها دي كلها، دي طعم اللي احنا حاطينه صريح، الشيدر طعم شيدر صريح، الزيتون صريح، دي بقى واخده ميكس كده من الاطعمه كلها. يلا بينا، بسم الله. مش هضرب تاني، انا عايزه كل الزيتون والبسطرمه اللي حطيتهم يبقوا خشنين. الله عليكي، الله عليكي، ايوه بقى كده. بصوا ما تبلغيش في الضرب، خليها كده حتت خشنه كده، حتت الزيتون مع البسطرمه كده تبقى خشنه كده، مخليها القوام تقيل شويه اهو بالشكل ده يا جماعه. بس كده، ادي كده الاطعمه اللي عملناها النهارده. عملنا مع بعض جبنه صحيه جدا جدا وسهله، وما فيهاش اي مواد دهنيه، وفي نفس الوقت اقتصاديه جدا جدا. واهم من ده كله يا جماعه، هي غنيه جدا جدا. ده انا عاملاها بالجبنه القريش اللي دايما دايما الدكاتره بينصحونا بيها عشان بناء العظام والكالسيوم،
كل ده موجود في اكتر حاجه موجود فيها الجبنه القريش. النهارده انا عملت لهم الجبنه اللي بيحبوها بالجبنه القريش من غير ما يعرفوا اي حاجه، ولا من شاف ولا من دري. يا رب يا رب الوصفه تكون عجبتكم، وان شاء الله استنوا وصفات كتير للمدارس جايه ان شاء الله، يكون فيها فكره حلوه وفيها فايده وتكون غنيه ونقدر نقدمها لاولادنا بمنتهى الامان. فقرتنا خلصت بس حلقتنا لسه ما خلصتش، لسه عندنا فقرات هتعجبكم اكتر واكتر. فقرتنا المهمة جدا اللي دلوقتي كل فقرة بنفرقع فيها ما شاء الله قنبلة من الآخر، لقيتكم كاتبين لي على رسائل الصفحة على الحالات الحية اللي بتيجي معانا تتكلم عن تجربتها والتخسيس أونلاين وإزاي نزلت في الوزن، وبتشوفوا الحالة بنفسها وهي بتتكلم عن نفسها كانت إيه وبقت إيه، المشاكل اللي قابلتها، الصعوبات اللي كانت في حياتها، زي ما كنا بنتكلم إزاي كانت حبيسة السمنة أو السمنة كانت بالنسبة لها سجن واتفتح لحياة جديدة مليانة حيوية وشباب وصحة. كل ده كتبتهولي على الصفحة، فرحانين ومبسوطين جدا جدا بالحالات اللي بنجيبها معانا. بنرحب النهاردة بضيفتنا الكريمة دعاء سهيل، دكتوراه في علم التغذية البشرية، أولى مؤسسي فكرة التخسيس أونلاين، مؤلفة كتاب التغذية وأثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي، صاحبة مبادرة السمنة ناقوس خطر. برحب بيك يا أستاذة دعاء. أهلا بحضرتك. دايما أهلا بحضرتك شيف. أهلا بحضرتك. أنت بقى بصي على رسائل الصفحة عندي، أنت عملتي انقلاب تام وعلى السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك بالذات بالحالات الحقيقيه اللي بتيجي تتكلم عن نفسها. ما شاء الله ما شاء الله، الحالات معانا حالات كتير ناجحه، ومبادراتي السته في السنوات السته الاخرى فعلا ما شاء الله كلها ما شاء الله المبادرات دي نجحت، وكل ثمار لمبادره انا ببقى معتزه جدا بتلك الثمار دي. يعني النهارده معانا سمره اهي، مدام ايمان خسه 28 كيلو ما شاء الله. في قد ايه بقى؟ في شهرين ونص. في شهرين ونص. ازيك يا ايمان؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. لا احنا نعلي صوتنا كده عشان نسمع حبايبنا. قولي لي في الاول خالص، انت ازاي وصلتي لفريق استاذه دعاء سوي؟ اتكلم في نقط مهمه جدا. أوه. مش اللي هو بقى اخس عشان البس او اخس عشان مش عارف، لا بتتكلم في صحه، ان الموضوع الأساس. هيبدا يدخل في مشاكل. أوه. صحيه جامده جدا. أوه. فيما بعد فلقيت نفسي انا مش عارفه. انت معنى الكلام ده ان انت ساعتها وانت بقى في ساعه السمنه زياده الوزن كنت بتشتكي من مشاكل صحيه؟ أو فالكلام طبعًا. مسك. طبعا. انا يعني انا مش سني كبير قوي، بس ما يعني كنت 27 تقريبا. 27 ده ما شاء الله دلوقتي. لا. والله صغير يعني لما انت عارفه لما بيقولوا مدام ايمان. لا مدام ايمان وامي قلت فين هي مين؟ فين ومش متخيله خالص اللي قاعده جنبي دي مدام ايمان. يعني انا بقالي يعني مثبته دلوقتي بقالي سنه ونص، يعني كان عندي كمان ما شاء الله 26. ف يعني لما لقيت الموضوع بدا يدخل معايا في مش قادره اتحرك، النفس بقى في مشكله، ولادي لسه صغيرين جدا فمش عارفه. ولادك كمان ما شاء الله معايا ياسين وكرمه. لا انت التخسيس عمل معاكي احلى واجب. رجعها صغيره قوي. دي اللي هينطبق عليها الكلمه اللي بنقولها ايه؟ دي خست وحلوت. انت خسيتي وحلوتي ما شاء الله عليكي ما شاء الله يا حبيبتي. فرحت بقى، كنت انا لسه بنوتي كانت لسه في مرحله رضاعه، فكلمتهم فاكتشفت كمان ان عادي ممكن الكورس اخده اثناء الرضاعه. اثناء الرضاعه بعد ست شهور من الرضاعه. تقدر اي ام تاخد اي مكمل غذائي. ليه بنقول الستة الاولانيين لا؟
علشان الستة الأولانيين مش هقفل شهية أم مسؤولة عن غذاء بنتها أو ابنها، إنما بعد ست شهور تمن شهور بتبتدي الأم يكون في مدخلات لل يعني في ما يعوض البيبي ده في أكله. وما اقدرش طبعا اقفل شهيه ام بالتالي، لان كل ما تتناول الام اثناء وقت الرضاعه او الحمل هو غذاء ليها ولطفلها. بالظبط. فاحنا بنسيب اول ست شهور. أيوة. لكن بعد كده تقدر تاخد كل كورسات التخسيس عادي جدا. ايوه. طيب ايمان، قبل كده بقى ايه بقى اللي كنت بتعاني منه؟ حاجات كتير جدا. انا اولا ما يعني ما كنتش بعرف البس خالص، وكنت دايما بحس ان حركتي تقيله مش عارفه اتنفس. ويعني لقيت الموضوع بدا يدخل معايا في حته انا مش عايزه انزل، مش عايزه اروح، حاسه ان انا محرجه. صورك يا ايمان معانا اهي. دي صور ايمان. ما كنتش بخرج خالص. انت اللي سبب زياده في الوزن. دبدوبه خالص يا ايمان، شفتي الحمل والولاده ولا انت بطبيعتك كنتي في زياده وزن؟ لا، هو انا بعد الولاده تحديدا هي اتجوزت. لا، مش بتعاني من زياده وزن. هي اكتسبت الوزن الزائد اثناء الحمل. وعلى فكره ده حال كل الحوامل. صحيح. لان الست بيزيد على وزنها 20%. يعني اذا انا في الطبيعي 60، انا بكون بعد كده بزيد 20%، ببقى 80. 80 ده السائل المحيط للبيبي من ميه من دم. السائل ده هو اللي بيزود جسم الست. وعلى فكره اي ست تكتسب الوزن ده اثناء الحمل ما تسيبهوش سنه، علشان بعد سنه هيكون فقدانه صعب. المفروض انها تتخلص. يا ما شاء الله كانت ذكيه جدا. يعني بسرعه وهي عندها يعني والبيبي عنده 8 شهور. لا انا هروح على طول تاخد القرار ما شاء الله. طب قولي لنا الاول، انا عايزه بس اعرف مشاكلك كانت ايه مع السمنه، لان اكيد اكيد هتبقى حاله ناس كتير بتتفرج علينا دلوقتي. دقيقة راجعه للنقطه تاني. طبعا لازم. عايزه اعرف قولي من غير احراج. قولي. هو انا ما كنتش بنزل من البيت اصلا من غير ما حد يتكلم، نظره حد كده ليا اذا انت عملتي كده ليه، من غير حتى ما يقول كانت بتخلينا تقفل. يعني ما كنتش بروح اصلا مناسبه او اي حاجه، كنت دايما بتلكك عشان ما اروحش. ببقى مش متضايقه. عايزه تخرجي؟ لا، مش عايزه تبقي في وسط اكتئاب رهيب. يعني اكتئاب. دي المشكله الكبيره بقى اللي بيقفلوا على نفسهم بقى. دول اللي بنتكلم عليهم بقى. خلاص انا هنطوي واقفل على نفسي حياتي. وبلاش وانا ليه اخرج وحد يبص لي بصه؟ انت عملتي كده ليه؟ انت الناس انا عايزه بس الناس تبقى بتطبطب كده على الناس اللي زايد وزنها. وبلاش الانتقاد اللاذع ده. وما ينفعش ان انا يعني لازم احاسب على كلامي. لان من يعاني من زياده وزن هو عنده مشكله في نفسيته. لازم تكون يعني ايه عندك رحمه في الكلام معاه. يعني ممكن يعني تقول له انت ما شاء الله جميله كده وهتكوني اجمل لو فقدتي الوزن. مش ايه ده انت عملتي كده ليه؟ انت تخنتي شكلك اتغير. في ايه؟ والحاجات دي بتخلينا ناكل اكتر من الاول اصلا. طبعا بتلاقي بتحطي همك كله في الشوكولاته بقى والاكل وبنعيش. يا جماعه عايزين كلنا ناخد القرار زي مدام ايمان كده، اللي ما شاء الله المفروض نقول لها انسه ايمان. يعني صغيره خالص مش مقتنعه ب 27. ربنا يكرمها يا رب. عندكم ارقام التليفونات على الشاشه، يلا على طول اتصلوا، هتلاقوا خبراء التغذيه بيردوا عليكم وبيجاوبوا على كل اسئلتكم. عندكم كمان صفحه الفيسبوك تقدروا تتواصلوا عليها برضو، هنزلها لكم دلوقتي. اي الصفحة قدامكم، الصفحة اللي جنب اسم دعاء سهيل العلامة الزرقاء، علامة التوثيق الزرقاء، دي الصفحة الوحيدة مش كده؟ الصفحة الوحيدة ليه؟ دي الصفحة الوحيدة يا جماعة، زائد ارقام التليفونات قدامكم على الشاشة. انا بس عايزة الناس، في ناس بتدخل لهم خاص، انا ما بدخلش خاص لحد. انا اللي عايز يتواصل مع دعاء سهيل وفريقها هو اللي بيدخل على الصفحه. لان في ناس كتير جدا يعني بينتحلوا صفه ان هم من خبراء التغذيه تبعي، او يتصلوا عليهم، او عندنا عروض مش عارفه ايه. يا جماعه الدنيا مش كده. صفحه دعاء سهيل بالعلامه الزرقاء، فريقي بارقامه مكتوبه على الصفحه. هتشوف لك كان من الفريق ورقمه مش هيكون على الصفحه، ده مستحيل. كل ارقام الفريق على الصفحه. حلو جدا. فعلشان بس ده بلاقيه كتير جدا، ما نردش ولا نعتبر ان ده كل ده بقى دي حد بينتحل الشخصيه. بالزبط. بقى
وعلى فكره انا كان حاصل لي مشكله بسبب برضو الناس غلط دخلت على الصفحه وقالوا انهم من فريقي وهم مش من فريقي. لا نخلي بالنا يا جماعه من المعلومه المهمه جدا، ملاحظه مهمه جدا، ارقام التليفونات اللي بيتواصلوا معاكم الارقام دي موجوده على الصفحه، هم دول بس اللي بيتواصلوا معاكم، وانتوا كده كده عندكم ارقام التليفونات موجوده على الشاشه، تقدروا دلوقتي حالا تتصلوا بارقام التليفونات. نرجع للانسه ايمان، مدام ميرسي كلمه طيبه. قولي لي قولي لي يا ايمان بقى، ايه اللي فجاه خلاكي كده رحتي واخده القرار واتصلتي وقلتي انا عندي اراده ولازم اعمل حاجه؟ هي بقى لما كلمت في نقطه الصحه بقى وانا كانت مشكلتي منطقه البطن كانت فظيعه، بعد الولاده بقى دي سمنه موضعيه يعني. انا هشرح لك حالتها كويس، بس بعد ما تخلص تقولي ان دي بتكون في المكان الاجهزه بتاعت الجسم كلها بتبقى فيه، فلقيت بقى سمعتيها وهي بتتكلم في النقطه دي، فحسيت ان الكلام ده مسك الكلام ده كانه جاي لك. ايوه بالظبط، الكلمه بتقولها بصراحه يعني انا بشوف ان واقعية جدا جدا ولا وعلمية، بتتكلم بكل حاجه ما شاء الله يعني علمي. تسع سنوات يا مدام ايمان الحمد لله يعني في شغلي وبحب شغلي يعني. شوفي حضرتك ما شاء الله قد ايه، علشان حضرتك شايف بتحبي شغلك فما شاء الله متميزه فيه. مش هنقول ان كل المشاهدات لبرنامج حضرتك ده جاي من فراغ، او تكوني مش حابه شغلك فتوصلي للدرجه دي من الشهره، او تكوني بتشتغلي لمجرد ان ده شغلك مش هتحقق. صح، اذا انت بتحب شغلك، وانا يعني انا بحب شغلي جدا، وعلشان انا بحبه قوي ابدعت فيه. انا اولى مؤسسي فكره تخسيس اونلاين، انا لما لقيت ان انا مش محتاجه اشوف مريضي عشان انا مش هكشف عليه بسماعه، انا هعرف الاسباب اللي تدفعت بيه لزياده الوزن وبالتالي احلها. هنا الاسباب اللي دفعت ايمان غير الحالات السابقه. خلينا نتكلم انها حديثه مكتسب زياده الوزن. هي كانت قبل الجواز 60 كيلو، بقت 88 كيلو بعد الولاده، فاكتسبت 28 كيلو زياده. ضايقها قوي منطقه البطن، ويمكن الستات هم اللي يحسوا بالكلام ده قوي معايا. صورتها ايه؟ دي منطقه كنت البطن والدة؟ هي هنا هي كانت والده. منطقه البطن دي ده اللي بيدي الشكل العام للست، لو الدرس كويس بس البطن مش مظبوطه بتلاقي الشكل العام طبعًا. مش حلو. دايما بيكون حسن عندها مشكله، فدايما وهي بتتصور كده منطقه البطن هي ده ديفو بيكون صعب قوي بالنسبه للست. سمنه البطن دي عباره عن ايه؟ دي سمنه موضعيه. هل نديها قفل شهيه؟ لا، ما نديهاش قفل طبعا. مش الموضوع مش هنا، معلومه مهمه جدا. انا هنا عايزه اعمل ريشيبنج للجسم ده. حلو. لازم اديها خلاصه اوراق اللوتس، الكريز، الكروميوم، علشان يعمل ريشيبنج للجسم ده. ونسبه عاليه جدا من التوت البري عشان ارجع توزيع اعيد توزيع الخلايا الدهنيه. كمان اديها ايه؟ خلاصه الجرسينيا، او النسبه المعترف عليها دوليا اللي هي 60%. ليه الجرسينيا؟ عشان عشب الجرسينيا هو خلاصة الـ HCA اللي بيهاجم إنزيم الياس داخل الجسم، وده الإنزيم المسؤول عن تكوين خلايا دهنية جديدة، لأن أنا مش عايزاها تكتسب خلايا دهنية جديدة، أنا عايزة أتخلص من القديم. بالتالي يعني هسحب من المخزون وهيطلع على شكل طاقة. الأوراق اللوتس والكريز والكروميوم ده هيعمل ريشيبنج وهيوصل لرسمة الجسم اللي هي عايزاها. هي اتضايقت لما اكتسبت 28 كيلو. كمان هي مش من اصحاب القامه الطويله. فزاد قوي عليها وبان عليها قوي ال 28. الزياده بتبان قوي، الزياده بانت قوي. ال 28 كيلو بانوا معاها. تمام، عشان انا كمان مش طويله وبفهم ده. انا 166 ووزني 66. كلنا ما تحرجي ناس، مش عايز اتكلم في الموضوع ده. عدي النقطه دي من فضلك. وبالتالي انا هنا الحل لازم بكورس السمنه الموضعيه اللي هو خاص بمكان، لان لو ست عندها مشكله في البطن او في الارداف وخست من توتال الجسم كله ده يضايقها، تقول لك انا كنت راضيه عن وشي كده، انا كنت راضيه عن دراعي كده، طب انا دلوقتي مش عايزه يعني نقصان الوزن ده يعم على الجسم كله. فهنا اوراق اللوتس والكريز والكروميوم دي بتدور على اماكن الخلايا الدهنيه وتستهدفها، وبالتالي بيحصل بيبقى في النتيجه الشكل العام للجسم، ان انا خلاص رسمت الجسم ده. طيب ايه تاني المفروض؟ لازم جدا مع الحاله دي اشرب ميه كتير. كمان الحركه مطلوبه، نص ساعه حركه كده في اليوم، فده زي رياضه. فاضيه تنزلي رياضه اوكي، مش فاضيه مفيش مشكله، جوه شغل البيت، رياضه. شغل البيت ده لوحدك، جريها ولا عيالها لوحدها في البيت مفيش مشكله، اطفالها لوحدها كفايه. هنا انا ده الكورس، غير ما اقول في حد عنده مشكله في الشهيه العاليه. كمان هي اثناء الرضاعه في ناس كتير جدا تقول لك كويس انت بترضعي غلط.
المسؤول عن زيادة اللبن في ثدي الأم هو السوائل وليست الأكل. المفروض إن أنا دلوقتي بتشرب سوائل كتير ولازم تكون السوائل دي طبيعية، يعني إذا لبن منزوع الدسم من غير سكر، إذا عصاير لازم تكون فريش، وطبعا ما فيش عصير فريش بيبقى له طعم حلو غير من غير السكر، بيبقى خلاصة الثمرة دي. عشان كده بقول ده اللي بيزود اللبن في ثدي الأم، السوائل وليست الأكل. طيب انا كمان لازم انظم مواعيد الاكل، زائد ان انا كمان الجارسينيا هي مانع للشهيه، يطلق عليها مانع للشهيه، فهي بتقفل الشهيه جدا، بالتالي هي خلاص بتفقد الخلايا الدهنيه اللي اوريدي يعني اكتسبتها مع الحمل، وبتبقى فقدت ال 20% ورجعت لوزنها الطبيعي. هنا كمان كان في حاجه مع مدام ايمان كان في استجابه حلوه قوي، لان كمان نوع الدهون اللي داخل جسمها نوع سهل، نوع احادي وثنائي وحديث الاكتساب بالظبط، فهي علشان كده اكتسبت ال 28 كيلو في شهور وفقدتهم في شهرين ونص، وبقى لها سنه ونص مثبته. يعني على فكره ايمان ثمار مبادره مش هنسلم للسمنه، حلو قوي. إيه اول ما اكتسبت وزن خلاص بسرعة خدت قرار على طول انها تتخلص منه، كانت عندها وعي. إيه يعني عايزين نقول ان في الاونه الاخيره إيه احنا بقينا يعني حاسين لا الاكل ده يتخن مش هينفع ناكله، الطريقه اللي بناكل بيها دي غلط، إيه ما ينفعش اكل فاست فود بالليل اطلبه بالتليفون، ومش بتكلم في نظافه الاكل، انا بتكلم في قد ايه كميه الكالوريز اللي داخل والدهون المصنعه واللحوم المصنعه غلط والمعجنات غلط، والكل خليك وسطي في طريقه اكلك، كل كل حاجه ولكن بنسب قليله، لازم اشرب ميه كتير عشان اساعد نفسي في ان انا اعمل عمليه التمثيل الغذائي الجسمي، عمليه الحرق وعمليه الايض دي ما بتقومش ابدا من غير ميه، لازم اشرب ميه كتير، لازم كمان افطر بدري، اتغدى بدري، اتعشى بدري، استغل ساعات النهار بتاع النهاريه بتاعتي في ان انا اكل الثلاث وجبات، مش محروم من نوع اكل. ما شاء الله فقدت ال 28 كيلو في شهرين ونص، وما شاء الله بقى لها سنه ونص يعني مثبته، وهو ده اللايف ستايل بتاعها النهارده. اه بجد جميل يا ايمان، يعني احنا بجد بنحييكي اولا على ان انت ما استسلمتيش، ثانيا على انك خدتي القرار في الوقت المناسب، ثالثا على انك كملتي، وطبعا خبراء التغذيه وفريق حضرتك بيبقوا على طول سبورت معاهم على طبعًا طول وفي ظهرهم، وهم اللي بيقووهم يعني. انا لازم اسمع الاسباب، هنا الاسباب اللي دفعت بايمان لزياده الوزن مش زي عبد الرحمن، مش زي مدام فايزه، مش زي فارس، مش زي العديد، كل حاله صحيه وفيها عمريه ولها كيفيه التعامل معاها، هنا سمنه موضعيه كورس مختلف، السمنه الموضعيه ل 20 سنه غير 40 سنه غير 50 سنه، هل ايمان لو كانت سيده اربعينيه وعندها سمنه موضعيه كان بس ده هيكون الكورس؟ لا كنت هتزودي حاجات حوارك اكتر، لان الست من سن ال 30 لل 40 كل سنه بتفقد القدره على حرق 50 سعر حراري، اما اوصل 40 10 سنوات بقيت فاقده القدره على حرق 500 سعر حراري، يعني انا لو باكل بطريقتي من سن ال 20 لل 40 انا هزيد في اخر 10 سنوات، لان بقيت غير قادره على حرق 500 سعر حراري. الرجاله طبعا لهم نصيب الاسد من الموضوع ده، لان الراجل الكتله العضليه عنده كبير، فنسبه الحرق عنده لا تتضرر على مراحل عمره كلها، بيفضل بيحرق كويس على مدار العمر، ولكن الناس اللي بيعدي العمر ده هل مش معناه انهم بيخسوا؟ لا الحمد لله في كورسز مختلفة للحالات الصحية المختلفة للأعمار المختلفة، عندنا لكل حالة كورس طبعا، سواء العمر أو الحالة نفسها أو مثلا بتعاني من أمراض معينة، أيوة بتاخد أدوية معينة، السن، السلوكيات طبعا، مش كده كل طبعًا حتى السلوكيات، في حد يقول لي أنا مش باكل خالص بس أنا باكل وجبة واحدة بكون بالليل وبطلبها علشان أنا غلط، ما باكلش خالص وباكل وبشرب مياه غازيه كتير وباكل الشوكليت، بحب الحلويات، بحب السكريات، ده طريقته مختلفه. حد تاني شهيه عاليه في الاكل لكن ما بيحبش السكريات، طريقه مختلفه. حد مريض بقى سكر، زينا مريض قلب، مريض ضغط، مختلف. اللي بيقولوا ايه بشم من الاكل، طبعا ده انا لو عديت من جنب الاكل كده بتخن، دول برضو بيبقى ليهم الكورس بتاعهم المناسب مختلف. ولذلك ما هو يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقنا على صور مختلفة، فطبيعي حالتنا الصحية مختلفة. وعايزة أقول ليه السمنة بوابة لكل الأمراض؟ هي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عندي خلايا دهنية في البطن
لا عندك مشكله يا حبيبي في في انتاج الاجهزه دي، عمر الاجهزه دي ما تقوم بدورها على اكمل وجه في ظل وجود خلايا دهنيه. انا لازم هيتضرر القلب، الضغط، الكلى، البنكرياس، كل الاجهزه هينتج عنها ضغط مرتفع، هينتج عنها كلى، مشاكل في الكلى، هينتج عنها دهون على القلب، دهون على الكبد. كنت كنت كل ده الكورس. في ناس كتير جدا واتخضيتي. انا بشوف الناس كتير جدا بتطلع برضو كورسات او ادويه وبيقولوا، فمش بقتنع يعني، بلاقي الاعلان هتخس مش عارفه. طب انت عرفت حالتي؟ طب انا هيناسبني ايه؟ دكتور جوليا انا ما كنتش حاسه ان انا اصلا متابعه اونلاين اساسا، لان انا يعني كل محتاج حاجه على طول معايا على الموبايل، على طول ابعت لها ترد، بتتابع معاكي خطوه بخطوه واحده بالظبط. ولما اخذت اجازه واتنقلت المتابعه مع دكتور ايمي، صورتك صعبه قوي قبل يا ايمي، لقيت برضو نفس لا هي شاطره بجد، برافو عليها، عندها وعي. بصوا يا جماعه، صورتها بعد الولاده، وطبعا الاغلبيه مننا بيكتسب الوزن ده فعلا اثناء الحمل. أيوة. وبعد الولاده ده طبيعي، 20% من جسم الست وهي حامل، ده مكتسب. ده السائل اللي بيكون حوالين الجنين. طيب ناخد صفحه الفيسبوك كمان يا جماعه، يبقى عندنا ارقام التليفونات اللي موجوده على الشاشه وصفحه الفيسبوك، وتقولي لنا العروض بقى بتاعتنا النهارده. النهارده 20% خصم. تمام. النهارده اتنين كورس عليهم التالت هديه. مصاريف الشحن مش موجود، يعني داخل القاهره بدون مصاريف شحن، نص مصاريف الشحن خارج القاهره. حلو قوي، يبقى نقولها تاني مع صفحه الفيسبوك. النهارده اتنين كورس عليهم كورس هديه. تمام. كمان النهارده ما فيش مصاريف شحن داخل القاهره. بره القاهره 50% من مصاريف الشحن بس. طيب عايزين بقى نسمع الحتة الإيجابية من إيمان. أول ما ابتديتي تخسي بقى، احنا عرفنا المعاناه وعرفنا فرقت مع جوزك يا ايمان بامانه. ما انا كنت جايه لها بقى في الكلمه دي، بس كنت عايزه اخدها بالراحه. لا الرجاله ما بيرضهمش حاجه اسمعي مني انا. هو كان بيتفاجئ ان انا يعني بقى الاكل قدامي وانا ما يعني مش قادره تاكلي، يعني باكل حاجه بسيطه والاقي نفسي خلاص. يقول لي انت بتمثلي على فكره. فبيقعد يراقبني كده يلاقيني لا نمت وما اكلتش تاني. فبدا يلاحظ يا بنتي انت فين، انت بجد؟ بقول له مش قادره فعلا، الاكل قدامي بس مش قادره اكل. مرة على مرة لقيت نفسي بنزل، وبدأ جسمي فعلا المناطق المضايقاني هي اللي بتنزل فعلا، وبدأ شكل جسمي يختلف، بدأ في لبس اساسا ما كنتش بفكر ان انا البسه تاني. لا البلاوز في بنطلون النهارده. مقاس كام النهارده بقى بعد الصور اللي شفناها دي؟ لارج ولا ميديوم؟ لا هو لارج. لارج لارج. بعد ما كنتي بقى في الفترة دي بتلبسي قد ايه؟ لا انا وصلت لحد اكس. لارج. حلو جدا. اللي عاجبني لا كده كده 2 اكس لارج. هو بصراحه ما كنتش بركز 28 كيلو، لان انا كنت بقعد ابص اللبس اللي صغر عليا وكنت بكتئب وبقعد في البيت ما بنزلش اصلا. طب استنوا ناخد احمد على التليفون ونرجع نكمل. استاذ احمد اهلا وسهلا. اهلا بيك يا شيخ، منورنا. ده نور حضرتك والله. ربنا يخليك، اتفضل احنا معاك. كنت بس عايز استفسر عن الكورس، عشان انا طولي 175 ووزني 95. طيب تحبي تسألي اي سؤال؟ لازم اعرف هل لا قدر الله يعاني من مشاكل صحيه؟ هل هو قبل كده اخذ مكملات غذائيه لفقدان الوزن ولا لا؟ وهل خس معاها ولا لا؟ وهل هو بياكل في مواعيد ايه؟ طب مناطق تجمع الدهون ايه؟ وفي بعض الاسئله خاصه لازم يسالها له، لان اجابتها وطبعا بيبقى له كامل السريه. يبقى هو انت دلوقتي تتصل على ارقام التليفونات اللي موجوده قدامك على الشاشه. عايز اعرف شهيته عاليه بس؟ سامع يا استاذ احمد؟ جدا شاي عالية جدا، وبيشتكي من عظمه. مشكلة ان انا عظمي كله واجعني. طبيعي. كام سنة حضرتك؟ 29 سنة. 29 سنة وعظمك، احنا لسه بنتكلم في الموضوع لسه بنتكلم فيه. دايما اقول يا استاذ احمد ان اكثر ما يتالم به داخل جسم الانسان هي العظام. وحضرتك الخلايا الدهنية الاكثر في البطن ولا في جسم كله؟ لا في الجسم كله بس البطن بالاخص. بتاكل امتى يا استاذ احمد؟ بالليل فعلا. كتير جدا باكل بالليل. طيب بس انا كنت يأست من موضوع الدايت ده لحد ما شفت الحلقات، شجعتوني الصراحه ان كل حاجه مبسطة. لو هتتشجع اكتر ان شاء الله لما تبتدي لما تتصل كمان، لما تتصل وتتواصل مع الفريق عشان يفهموا كويس ايه الاسباب اللي دفعت بالاستاذ احمد لزياده الوزن، وهل هو بيعاني منها من يعني هل هي جينات، هل هي جينات وراثيه، هل هو فعلا من بدايته وطول حياته بيعاني من زياده وزن، ولا بعد حاجه معينه، ولا هو مكتسبها امتى وطريقه اكله. احنا ننصحه دلوقتي ان هو يتصل يا
يتواصل على بس على الارقام او على الصفحه. اتصل على الارقام يا استاذ احمد اللي موجوده دلوقتي قدامك على الشاشه، او تواصل معاهم على صفحه الفيسبوك وهتلاقي خبراء تغذيه بيردوا عليك، وزي ما قلنا لك كده هم هيعرفوا بقى اسئله، في اسئله معينه بيسالوها ويجاوب عليهم كمان باستفاضه وبحريه اكتر يعني. طبعا طبعا لازم يسالوه علشان يفهموا الاسباب بيها يديه الماده العشبيه او المكمل الغذائي المناسب لحالته الصحيه. وطبعا كل المكملات الغذائية مرخصة وزارة الصحة، لأن دايما أقولها مرارا وتكرارا، لازم يكون المكمل الغذائي آمن على الصحة، مرخص وزارة الصحة، مادة عشبية طبيعية بدون أي كيميكالز، علشان ده بيكون ضار جدا على الصحة. أي مكمل غذائي عشبي فأكيد هو يعني صالح او هو صحي لينا، اما لما بيكون فيه مدخلات وبيكون كيميكلز، انا طبعا ما بشتغلش ابدا بالمكملات دي لان بيكون ليها سايد افكت سيء على باقي الاعراض الجانبيه طبعا. لكن احنا معانا التخسيس بامان، بامان وبدون حرمان، طبيعيه جدا جدا دي اهم حاجه. وطبعا ايمان هي اللي تقول لنا الكلام ده، ما اتحرمتيش من حاجه يا ايمان؟ لا خالص اطلاقا، كنت بتاكلي كل حاجه عادي؟ كل حاجه، ما اتحرمتش من اي اكل، الكميه بس هي اللي اختلفت. اختلفت وانا بقى يعني بقيت احس ان انا مش عايزه اكل حاجه مسكره، عايزه اشرب ميه بس، ميه بس وحاجات. طب يعني بقيت احس ان انا عايزه اكل فاكهه، حاسه ان انا المياه الغازيه منعتها تماما. دي كانت بالنسبه لي بدل الميه، يعني كانت بديل الميه. ما كنتيش بتشربي ميه خالص يا ايمان؟ لا شفتي خالص. فبعد كده ابتديتي تشربي ميه كتير، ومش انا اللي ببقى عايزه، انا بلاقي نفسي دايما عطشانه بالذات لما باخد الباكت الباودر، بعديه بشويه بحس دايما ان انا عايزه اشرب ميه كتير جدا. هو ده السيليوم. هو اللي بيعمل كده. طبعا. طب قولي لنا النظريه بتاعته بقى كده. السيليوم معروف ان هو كعشب، قشور السيليوم دي بتمتص الميه، فطبعا انا الميه عماله تمتص، فانا بعطش فبشرب ميه كتير. صحيح. فبساعد الالياف دي انها تكبر وتملى وتاخد حيز كبير داخل المعده، وتعطش كمان اللي واخد الباكت ده، فبيعطش فبيشرب ميه كتير، فعمليه التمثيل الغذائي بتكون مظبوطه. يعني بيكون حصل على 2 ميزه في وقت واحد، قفلت شهيه وعلت معدل حرق. وكمان بقى ما كانش عندها يعني ثقافه شرب الميه، كانت بتستبدلها بالمياه الغازيه، وده غلط طبعا. ده الكان الواحد 12 معلقه سكر، فخدوا بالكم السكر مضر جدا على الصحه. طيب ايه تاني يا ايمان فرق معاكي؟ كنت مثلا ما بتقدريش تتحركي كويس، ما بتقدريش زي ما كنت بتقولي ما بتنزليش؟ لا اكتر حاجه مش فاكره يعني فعلا متضايقه منها لما بتفتكريها ايه؟ صوري، صوره وهي وانت مليانه او حساسه خالص يا ايمان ورياخه بس سامعه صوتك صوري ولما كنت يعني لما كنت ولادي يفضلوا بقى عشان صغيرين عايزين اقوم العب معاهم كده على طول، جايبه طبق فيه اكل والمياه الغازيه وقاعده جنب التلفزيون وقاعده اكل وكسل بقى وعايز وعماله بقى اخليهم يتضروا معايا بالاكل ده. يعني عماله برضو تاكليهم من الاكل اللي قدامك بالظبط. ف كذا مره بقى لما الاقي الدكتور عم تتكلم يا الاطفال السمنه، فقلت لا يعني هبقى انا واولادي بعدين على فكره نفسي والحق اولادي. معايا بيتربى في اسره فيها الثقافه ده، النوع ده من الثقافه في الاكل، هو بيكبر بنفس الطريقه. صحيح. اذا انا عودت ابني ان لما يعيط لي كده الوجبه ام بطاطس مش عارفه ايه ومعجنات والمعروفه دي، فانا خلاص انا كده بربيه بطريقه غلط. لازم الطفل ياخد خضروات، لازم الطفل يتعود على انه ياكل خيار، ياكل جرجير، ياكل لازم ياكل اكل صحي زي ما كنا بناكل كده زمان. فان اذا تعود ان هو ياخد الوجبه بكميه الكالوريز دي، اولا انا ببوظ معده ابني انها بتكبر، فبالتالي شهيته بتبقى عاليه، بيقعد كل شويه بياكلش غير ده، بياكلش غير اكل، انما لازم يتعود على خضروات وفواكه وعصاير فريش ده يكون الاسلوب. انما اذا اتربى على الطريقه دي هيكبر يعاني من زياده وزن، هيبقى طفل بديل. وعلى فكره الأطفال البدناء هما أقل في المستوى الدراسي من الطفل الذي لا يعاني من خلايا دهنية. ليه؟ نظرا لعدم وصول نسبة الأكسجين للمخ، بالتالي درجة استيعابه بتكون أقل، بيبقى طفل كسول، بيبقى طفل خملان عايز ينام. إنما أما الطفل الذي لا يعاني من بدانة، الطفل ده بيكون عنده استيعاب جيد ونشاط، وبيبقى عنده، خدوا بالكم من أطفالكم، لأن أنا كانت مبادرتي وطبعا المؤتمرات اللي أنا عملتها في مبادرة أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء، فعلا الطفل البدين طفل متاخر دراسيا، ما بيكونش شاطر زي اصحابه او زي ذويه من سن او مش على المستوى ابدا الدراسي ليهم. وانا بنفعل قوي لما بسمع الحته دي عشان الاطفال بالذات بتاثر معاكي جدا. من شاب على شيء شاء
بتتغلب عليه. انت دلوقتي الام هي المدرسه الاولى في حياه الانسان، بعد كده بيكون المجتمع الخارجي. اذا كانت المدرسه الاولى بتاكلني غلط فانا هفضل اكل بطريقه غلط، فهكبر ابقى اكيد شاب بدين، اكيد بعد كده هكون انا بعاني من السمنه منذ القدم. برافو عليك يا ايمان ان انت بس مش انتبهت لنفسها، لا ده خافت على طريقه اطفالها في الاكل عليه. طبعا كمان قالت لك هيطلعوا على كده زي ما حضرتك قلتي، من شاب على شيء شاب عليه. لا برافو عليك يا ايمان بجد. طيب تقولي ايه بقى دلوقتي كده، علي صوتك بقى كده وقولي كلمه حلوه لكل الناس الجميله بتتفرج علينا، شجعيهم ان هم ياخدوا الخطوه دي على طول. بصي، هو اي حد مريض سمنه او وزنه زايد هو من نفسه عايز يخس، حتى لو هو بيقول لك لا انا مش عايز اخس، لا هو من جواه بجد عايز يخس، بيبقى عايز يخس، لان الموضوع بيبقى زي ما قلت لحضرتك بيبقى ضره نفسيا اكتر. حد قبل كده قال لك خسي قلت له مش عايز اخس؟ كتير جدا، وبعد بروح اكل اكتر من الاول عند بقى يعني. طبعا ما يعني انا التوتر والقلق والزعل لازم ارد اقول كده، بيرفع هرمون الجوع. وعلشان الانسان يخلص نفسه من البوينت الاحراج اللي اتحط فيها ده، لكن انا مش عايزه اخس. لكن انت من جواكي كان نفسك تخسي جدا. انا ما كنتش بستنى ان حد يقول لي، انا كنت ببص كده في اللي قدامي، يعني اي حد بقى له فتره طويله ما شافنيش كنت ببقى متضايقه، حتى لو ما قاليش مثلا، يعني حتى لو ما قاليش مثلا انت وزنك زاد او حاجه، كنت بحس ان هو عايز يقول لي انت عملتي كده ليه، في ايه. احنا بنحييك يا ايمان. واي حد كان قال لك كلمه كده ولا كده عايزينه يشوفك دلوقتي بقى عامله ازاي، وبجد الناس اللي لسه ما خدتش القرار، يلا يا جماعه قدامكم مدام ايمان مثال حي وانجاز من انجازات دعاء سهيل والفريق الجميل بتاع حضرتك، والانجازات اللي دايما بتبهرنا بالنتيجه في الاخر. ربنا يكرمك يا رب، استضفتك شرف والله، نورتيني يا رب، يخلي حضرتك ويا رب يا رب زي ما دايما بدعي لك مزيد من التقدم والنجاح يا رب باذن الله. نورتينا يا ايمان، ربنا يخليك. انا بس حابه اشكرك، يعني انت انسانه جميله جدا وبجد انقذتي ناس كتير جدا، ربنا يكرمك تعيش يا حبيبتي، التوفيق دايما يا رب يخليك. تعيش يا حبيبه قلبي. اشكركم على متابعتكم الكريمه، واتمنى من الله ان الحلقه النهارده تكون عجبتكم من اولها لاخرها، ونكون بنقدر نفيدكم وناخد بايدكم للطريق الصحيح، وننور لكم النور الصح عشان تعيشوا بصحه وجمال مش صحه بس. يا رب يا رب زي ما سايبينكم على خير، اشوفكم تاني في حلقه جديده على الف خير.